دار خارقة كل يوم خارقة هذا. لا لا تبعد النار فهد مش دار خارقة. ليك ليه شو صار؟ باه وكذا. باه شو رأيك توب بما إن حتى أنا والله ما نعرف يعني فبعدين مش صاير هذا ينمل قاعد ينمل. كلنا جعانين الحقيقة. باي عندي لكم مفاجأة قبل ما ناخد الغداء. شن هي؟ نعطيهولكم بعدين نقولكم. نعطيهولكم بعدين نقولكم. لأنه هو أصلاً قبل ما فيش غداء اليوم. إيه بعدين فهذه حاجه كويسه قعدت في غدا يبكي بعدين والله يبكي صح من امس قالنا ان العقاب تام مش عقاب هو اكثر من انه هو نظام معين يعني ولكن لان حسينا ان مع التصوير مع كل شيء مش حتتحملوا اكثر فقلنا ان احنا نضع ظروفكم شويه ما تكون غدا اليوم جايبين لك موس اليوم لكن هو اللي مش مع الرئيسي الثاني عبارة عن مش نقول اسمه مش حياكلوا هم اثنين لأنه ما يحبوش اليوم جايبين خنجرة عادي شكراً ممكن ما فيش لأن احنا لازم ناكلوه زعما شكراً تسلم يديك شكراً ما يفتحوش طول عزومة هايلة ما ياكلوش طول واو فيش باعتبارنا حكينا على البحر باعتباركم مدوتوا خطيركم أصلاً يعني شفت كيف بعدين قولوا بعدين يا بركة قول ما نمفوش بس غدوة نحكوا على عيد الأضحى بكره بنحكوا على السعاده السعاده جابيلك باش تاكلي بخنجر مره موضوع كبير الحوته سمك يا سمك ايه سمك يا سمك ذكر يا مرت راجعي شنو هذه ويرات بعدين يا بركه بعدين يا بركه قول احنا ما نفوش بعدين قول الاعداد شدينها في جرتي اول ما قلتوا خاطرنا زمرينا هذه يا جماعه الزمرينه مدلعين الحق اليوم دلعونا ما زلت تدلعوا اكثر كان تعرفي شو ما زال فيه بعد هذا كله بعد هو بعد ما ناكل الغداء لا مش مروح مش توا توا لكن في حاجة تانية بالحق الأكل بعدين مش توا حنعاقبك أنا اليوم مدام خدمة ما شفنا الحوت اليوم كون هذه بتاعك سمك يا سمك جيبي لي خنجر باش تاكلي بيه عندي لكم حاجة قبل ما نختم طبعا لأنه وصلنا لختام حلقتنا باش خلوهم ياكلوا براحتهم عندي لكم حاجة واحدة إن احنا ما بيش نقولكم 100% باش ما تفرحوش أكثر وأكثر وأكثر لكن حنقولكم إن في اللي أمس طلبتوه احنا اليوم قعدنا ما يطلبه المشاهدون ومشتركين وكل شيء من أمس لليوم جبنا لكم السمك بعدين حيكون في جلسة مساج واو بنديروا مساج نرقص انا اصلا بدولك شموع بيخلوك عايشين حياة شفتوا كيف يهمنا نفسيتكم شفتوا كيف يهمنا نفسيتكم حابين نسمع شي جايين عليه جلسة مساج قلتيها كانك انت تسكت خليني نسمع بس اليوم هذا هذا اسكت بتسمعها بطريقتها الحلوة نقول لك بطريقة فيلم تبعنا قبل مشهاز مساج يا قلتها بدي سبحان الله عيونها صغيرات قلتها كان هي اللي بديرها من سنين شو بتدير هي طب شو بتدير هي بتحطنا على الطاولة بتاخذ هيك بتاع البيتزا ماشي لازم نشرف حيل القناة شفت كيف خليناهم تو في طاقة وفي حاجات حلوة صارت مع الغداء مع المساج اللي بيصير ان شاء الله يا رب تستمتعوا بيومكم احلى من كل الايام اللي فاتوا يا رب العالمين والفرحة العارمة اللي شايفتها تو احلى حاجة ممكن يشوفها اي حد يعني حوت حشا عيونكم زي ما قال يا سامك بخلوا الموضوع مع المساج جيبوا لنا معاه فواكه إياه بيطلب شنفه تفهم زينك كان حبيبك عسل شن يقول لك كان حبيبك عسل شن يقول لك قول وتخلي حد فيه كل فاز كله